اليوم سنكرس حلقتنا على فقرة أين أنت لنستذكر فيها أحد القامات الرياضية مما ترك بصمة في خارطة الرياضة العراقية وحفر اسمه بعالم وتاريخ كرة القدم، لكننا للأسف تناسيناه لأنه غاب طويلا عن الساحة وعن جمهوره ومحبيه ومعشوقته الساحرة المستديرة، لنصل إليه بعد عناء طويل وهو في عزلته التي فرضتها عليه ظروف الحياة ومعطيات الحال. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. حسان علوان لاعب يمتلك القوة والضخامة الجسمانية والذكاء الميداني وإجادته إلى ألعاب الرأس، ولديه توازن بين الدفاع والهجوم، يعني عنده واجبات دفاعية وواجبات هجومية في نفس المستوى، وهذا الأمر نادر يمكن. حسان علوان تعرض له في موقف معين من أحد اللاعبين الكبار واضطر بسببه إلى انتقال من الزوراء إلى القوة الجوية، وكان بالإضافة لأن مستواه الجيد في الملعب يتحلى بأخلاق عالية وتواضع داخل الملعب وخارج الملعب، مما كسب الجمهور الرياضي في تلك الفترة. زمني كلاعب بالدوري العراقي من عام 75 بعد مباشرة بدوري الأندية، كان يلعب بنادي الزوراء من اللاعبين الوسط الجيدين. أهلا بك كابتن. فعلا احنا اليوم نتحدث كابتن حساني عن سنين مضت اللي هي لكن محطات مهمة كما تعلم في حياة رياضي عراقي، يعني لذلك من الضروري ومن الواجب المهني المقدس يعني يتحتم علينا يعني أن نكون صريحين ونتعاون معا لإبراز الحقائق حتى نقدمها للمتلقي وللجمهور الرياضي. يعني البعض يضعك دائما للأمانة في خانة بعض اللاعبين المعروفين آنذاك، يعني والبعض من همس لنا بأن هنالك من وشى بك يعني لتكون خارج حتى أسوار المنتخب وليس فقط في النادي. والله بالحقيقة يعني كانوا بعض اللاعبين مؤثرين حتى على بالمنتخب يأثرون، اللي تلعب فلان ولعب فلان وهذا تجيبه بالسفرة وتجيب ذاك، هاي الأمور أني يعني مو أني، كل اللاعبين يشعرون بها، وخاصة ثامر يوسف يعرف كل التفاصيل. نعم. لأن عاصر المنتخب أكثر من عندي كل قدرة ما أنه بالمنتخب أو بالنادي، يعني أنا بالنادي جد سمعتي ولعب منتخب وهذا، بس ما عندي كل قدرة وكل حكاية بالنادي، أتجبجبهم يعني أجاملهم لوش، ما أعرف شنو السبب، يعني ما أدري الغيرة أو ما أعرف شنو القصة، يعني وأنا قلت له ذاك الشخص والله يرحمه، قال أنا قصرت بحقك وأنا أذيتك وهذا واعذرني، قلت له المسامح كريم وش تسوي. يعني من بين كما ذكرت قبل قليل المحطات المهمة في حياتك الكروية الدعوة التي طبعا قدمت لك للانضمام لصفوف المنتخب، السؤال يعني كيف تعاملت مع هذه الدعوة ومن هو الذي دعاك ومتى وكيف كان أدائك بالمباراة الأولى تحديدا؟ والله هذا خوش سؤال، وراح احكي لك فد واقعة مسامحة الجمهور هاي حصريا بس قبل هاي الواقعة سنة 73 انسحبت منتخب شباب بطولة كأس فلسطين بليبيا. نعم. ظلينا اتمرن 3 شهور، انا 3 شهور اساسي بالفريق، وثامر محسن يقول اني هذا لاعب اوروبي ما استغني عنه، بعدين السفر الغبشة جابوا مجبل فرطوس بمكاني وجابوا رحيم كريم بمكان برغام الحيدري، راحوا للبطولة. من رجعوا سألت الثامر محسن قلت له استاذ أنا كنت أساسي وهذا يعني ليش رجعت؟ قال حساني مواني جرجيس الياس رجعك، قال هذا بعده صغير ويروح تطلع عينه وبعده. فرحت قلت له أبو غازي، قلت له أبو غازي ليش يعني رجعتني؟ قال باب الأيام طويلة قدامك
هاي واحدة من الأسباب. فتجي على المنتخب افتتاح البطولة احنا والطيران وقاعد داني ماكلينين فدعاني للمنتخب من اول اللاعبين الشباب. صارت بطولة تصفيات أمم آسيا اللي بغداد فدنتمرن ونعد الفريق. المباراة بكرة المباراة ما أصور يا من ويا قطر ما أدري يا من أتذكر. فده يحكي صاحني فرش الدراسات داني ماكلينين فرش الدراسات وكان يقول وانا حساني قال تعال خذ دراسة يا دراسة تريد قلت رقم 6 اللي ألبسه بالزورة لبست الرقم 6 نط الخطة عمو بابا سبه بس بالعربي ذاك ما يفتهم سبه قال هذا بالليل حكي الخطة هيك وسيطيها يغيرها الصبح هذا كذا. المهم ده نتمرن ملعب الشعب جوه بالمنزع شفت أني عبد كاظم الله يرحمه ده يحكي فهد جواد الميرة وأنا يعرف التفاصيل على الرياضيين قبل فقلت أني فهد لا رح يجي فهد جواد الميرة ويقعدني أو يقعد واحد من الفريق يلعب عبد. يعني اجا فهد جواد الميرة وعبد قالوا له العمو احكي وياه قالوا له شلون تقعد هذا لعب منتخب عراق وكابتن منتخب شلون تقعد لعبد كاظم. قال له عمو قال له جايب ملابسك العبيد قال له جايب قال له خلنا نروح لهلك فسبه فهد جواد الميرة هم سبل داني ماكلين عاداني عفتهم انا كنت قمت اسوي تمارين سعوديه يمهم واقف قلت راح يقعدون واحد من اللاعبين فراح عبد على اثرها ترك حتى الرياضه ولعبنا اللعبه البطوله وحرزنا على المركز الاول. فصارت بعض الامور يعني اكو اللي يحكي انجليزي ياثر على اللي ما يحكي انجليزي اكو بعض اللاعبين ياثرون يحكون وياه كابتن خلي هذا اللاعب هذا مثلا عندنا احسن من هذا ياثرون اكو يعني ناس يتاثر على لاعبين يعني يبقيهم ويطلع ذاك ويجيب هذا. طبعا كابتن حساني يعني صراحة أريد أتداخل وياك بس عندي أسئلة كثيرة يعني أريد أعرف معلومات أكثر. ما نزال يعني بصراحة لا نزال نبحث في لغز حياتك الكروية بحيث يعني حضرتك اعتزلت بعمر 26 يعني أعتقد بسبب 30 دينار ومكالمة رئاسية ضيعت علينا لقب خليجي 4. كيف لك كابتن حساني أن تفك شفرة هذه المعلومات يعني بصراحة معلومات المبهمة؟ والله بالحقيقة هي مو 30 32 زيدها دينارين عبالي أنا إيش اسمه أخذها الدينارين هاي قالوا خصصنا الاتحاد كل واحد 32 دينار مصرف جيب. فداني ماكلينين قالهم اعطوهم اياه قالوا لا احنا نعطيهم اياه هناك. قالهم دطوهم اياه هنا الرجل بكى قال هسه 32 وما تعطوهم اياه. فرحنا لهناك للبطوله ببطوله الخليج بالسيد رئيس الجمهوريه احمد حسن البكر واحد دز رسالة قال اشتطوهم للاعبين إذا غلبوا وقال نحن نعطيهم دور سكنية بغض النظر عن النتيجة. جت الاستاد مويد البدري فداني ماكلين قال لهم لا تقعدوهم ترى من يقعدون بعد ما ينامون قعدونا بالليل كنا والمباراة عندنا ويا الكويت وأجلوها. داني قال لهم لا تأجلون المباراة فريق أعمال الكويت لا تطوهم راحة هاي فرصة نستغلها. قالوا له ما لك علاقة لا تتدخل احنا عرب بيناتنا وأجلوها المباراة وقعدونا بالليل على هذا الموقف. تعرف احنا في ذاك الوقت فتيجينا بيت عقلنا ما استوعب فالصبح ما نمنا جينا خسرنا ويا الكويت. يعني هي هاي خبروكم بهذا الخبر السعيد كلش مو بوقته يعني مو بوقته بالدعش بالليل قعدونا وللصبح ما نمنا. يعني هي اصلا انتوا بالفطرة عندكم غاية تدخلون المباراة وتفوزون فمن صارت بيها حوافز وامور بهاي تفكيركم شتت. طبعا كابتن حساني هنالك جزئيه حسب يعني قراءتي ومتابعتي مسيرتك الرياضيه يعني تتعلق بالاستاذ القدير مؤيد البدري يعني مقدم برنامج رياضه في اسبوع كما ذكرت قبل قليل ورئيس القسم الرياضي لتلفزيون العراق
سابقاً نعم. الذي طبعاً أتشرف بأنني كنت أحد منتسبي هذا القسم قبل 2003. هي نفس نعم. اللي هي نفس اللي حكيتها، لو أكو هنالك قصة أخرى يعني على هذه الجزئية. لا والله سألوه هو المؤيد البدري، كان كل ثلاثة البرنامج تدي يطلع والله يطي الصحة والعافية. فسألوه قال له أستاذ شنو حسن علوان اختفى من الزوراء والمنتخب؟ قال والله أنا هم ما أدري، أنا هم أرد أعرف وين هو، ما عندي كل معلومات عنه. فأني منه قلت لك طيت تكرم الحذاء طيت الأنوار وقلت لهم بطلت، رحت استقاليت من السكك. أنا كنت بعدين منه تخلصت العسكرية، تعينت بالسكها كان يفتح محمد ب60 دينار، وصارت مخصصاتنا 40، يعني تحسنت وضعيتنا شوية، قمنا شوية مثل ما نقول وضعيتنا، راتب فلوس عندنا صارت بجيبنا. فرحت رحت قدمت استقالة وتعينت على وزارة الشباب. كريم الملا منطاني استغناء أروح للقوة الجوية، واجيت قلت الاستاذ يعني مهدي عبد الصاحب تعين وفتح العاني ورعد حمودي ليش دولة فرغوان؟ قال يب كيفي. قلت الاستاذ كلها بكيفك بس ليش؟ قال والله وزير النقل خابرني قال لي لا تطيس نغناه بلكي يرجع لنا. المفروض الله يرحمه العدنا ويبصر بالعزين المفروض يدز علي يقول لي شنو السبب ده تطلع من النادي. اي نعم صح. فتركت الرياضة، عمري 26 سنة بطلوني طوبة، عمري 26 سنة للأسف. كابتن هذه وقفة أخرى مع نجوم الأمس، سامحنا أحبابك كثر نتابع نعم. ولنا عودة. حسان علوان مثل منتخب العراق وحصلوا على بطولات عربية وبطولات محلية، فاللاعب حسان علوان يملك القامة الطويلة والقوة البدنية بالملعب، لاعب ممتاز مثل الزوراء كثيرا ومثل المنتخبات كثيرا. حسان علوان جدي في عمله في ملعب الشعب أو في ملعب آخر، يحب دائما الفوز لفريقه، مثابر، لاعب خلوق. وحسان لاعب منتخب يعني ما اجى بديله، يعني طول جسم خلقه، يعني هو لاعب محترم، مهاري، يملك القوة، وهو لاعب بعدين انتقل من الزواء راح القوة الجوية، مسح القوة الجوية، وبعدها جت العسكرية واختفى، واني حاليا اراسل على طول بياتنا علاقات واشوفه ويشوفني جيمي وجيمي، وبعدين جاء للنادي السلم فريق الاشبال هم دربهم سنة، وبعد التدريب خلى وسافر الى تركيا، استقر هناك في تركيا، وبعدين جاء حاليا في بغداد. هو أخويا وعزيز عليه، ويا ربي صحة وعافية للجميع. كابتن حساني يعني أرجو المعذرة، هل صحيح حضرتك عملت سائقا عموميا على الطريق الدولي بغداد عمان؟ طبعا العمل ليس عيبا، لكن ما هو الموقف الذي دفعك لذلك؟ كيف يعني حصلت هذه الفكرة؟ والله خلوني مو بس هذا، خلوني حتى بيتي أبيعها، لأن أنا صحيح اشتغلت على عمان لأن من لبست عسكرية ضابط الألعاب، جاني أحد الجنود قال لي حساني ضابط يريد البيت مالك. قلت ليش يريد البيت ما قاعد يشتري منك بالقوة؟ قلت ليش؟ فرحت دز علي هو الله يرحمه عدنان عبد الحمزة ضابط ألعاب الحدود، قال لي حسان ايش دا تسوي ما دا تسوي؟ قلت له والله سيدي ايش دا اسوي، كل شيء ما دا اسوي، قاعدين وهذا. قال ما تبيع بيتك تتمشغل مثلي. قلت له استاذ وين اروح ابيع بيتك؟ قاعد تبيعني اياه؟ قلت له والله استاذ ما اقدر ابيعك يعني. يلا قوم اطلع قوم، صيح علي درت وجهي وطلعت. فاني من رحت لوزارة الشباب اصبح راتبي من 100 دينار الى 32 دينار، يعني واني عندي 5 جهال كان بذاك الوقت، فما قدرت يعني أقاوم العيشة، فاشتغلت على عمان واضطريت أبيع البيت لأن ما عندي عايشهم بصراحة، هاي اللي الظروف رهمت عليها. وكبرى والولد، هاي معلومة جديدة، كبرى والولد، وعندي أنا عندي 5 ولد وكل واحد طوله مترين، ولحد الآن هم أجسامهم رشيقة، أخذتهم إلى أشبال الزوراء بس ما أتذكر هذا الاسم اللي وديتهم عليه، قلت له فلان هاي ولدي،
بشبال الزوراء، قال لي انت شنو جايب لي ولدك حساني؟ انا اريد استفاد من ابهات اللاعبين، جايب لي ولدك شنو؟ علي حسين بطوش رده قال لك ذولا مولد حساني، شلون تد ولا هيجي؟ قلت لهم يلا بدلوا بابا بدلوا ورحنا. هاي وعدنا عبد الحمزة الله يرحمه قال انا اريدك تلعب. قلت له سيدي انا معتزل بال 77 شلون العب بال 82 واني 40 سنه دا العب؟ صباح عبد الجليل صار مدرب علي ومحمد طبر صار مدرب علي وهادي صار مدرب علي، يعني كثير من المدربين حتى ملعبه منتخب درجه صاروا مدربين علي. واسترحت من الحدود، استرحت من الانضباط، عمري 40 سنه. كابتن يعني سامحني لكن هي محطاتك يعني بصراحه فيها لحظات موجعه لكنني مضطر أن أتوقف عندها. يعني حضرتك تعرضت يوما ما إلى التجاهل من قبل رئيس نادي الزوراء السابق قبل عام 2003، يعني هل لك أن تحكي لنا تلك الجزئية وأثرها على حساني علوان؟ كانت تلعب الزوراء بالملعب مع النادي ومقبط الملعب وازدحام الجمهور مدي مقبط والعالم واقفة برا، أنا واقف ما أقدر أطب. وفد واحد أشر علي قال له روح جيب ذاك بالقميص الأصفر. إجا ذاك بالك وأخر العالم قال لي تعال استاذ طببني، أنا ما أعرف هم زين عرفوني. طبيت قال لي استاذ تعال ليش واقف؟ قلت له مش منين أطب. رحت وقفت زين وين أقعد؟ وظليت واقف في الملعب. إجا حسان القيسون ما عرفاني قالوا هذا سألت عليه قالوا حسان القيسون. قال هذا منه اللي هنا واقف؟ قالوا هذا مؤسس النادي حسان علوان. قال خليه يصعد برا وذا ما يريد خليه يطلع من النادي. بس طريفة أحكي لك فد والله حكي هواي هو أحكينا احنا نسمع اليوم. فد يوم دز علي أحمد راضي الله يرحمه الله يرحمه قال لي كابتن سمعت عنك كان صار 20 سنة مطاب للنادي وهذا التب للنادي والمؤسسين. قلت له والله ما حد استقبلنا ولا حد دز علينا شو تسوي؟ فقال تعال هنا أنا أصير مسؤول ملعب يمي وهذا. قلت له ماشي. قال سووا له أمر إداري. تعرف جيت للمدير إدارة محمد عبد الحسن الله يرحمه دا أسأله دا أقول له منو أمين سر النادي منو الأعضائية دا أسأل عليهم. قال لي عبد الوارث الكوبيسي ويوسف ناموس وولي. إجا قاعد واحد بصفي قال لي شلونك كابتن؟ أنا من أعز المعجبين بيك. قلت له أهلا وسهلا بيك. قال بعد لا تقعد بالإدارة. راح قلت له أبو جاسم هذا يقول لي لا تقعد بالإدارة من هذا منين هذا؟ قال ما عليك بي هذا يسموه أبو أزاد. قلت له شنو هذا؟ قال هذا عضو إدارية. قلت رحت على دكتور موفق قلت له دكتور هذا هيك قال لي في دون ما أجي للنادي. قال لا كابتن الغرف كلها لك وما لك شغلة بي. هسان أقول له أبو هي ده تلعب الزوراء والطلبة بالملعب مالنا وقاعد هاني مسؤول على الملعب قاعد كان يقول لي شلونك كابتن؟ قلت له لو بازاد. قال بعد لا تقعد هنا. أنا يعني شبه اعتديت عليه. قلت له تعال منو دازك عليه؟ انتهى الشوط الأول طلع أحمد راضي. قلت له تعال بغيت أنت شنو جاي العصابة بالنادي؟ فمو جاي العصابة. قال شنو كابتن؟ قلت له هذا هيك يقول لي. قال لي هو يقول لك؟ قلت له إيه هو ده يقول لي. قال باكر اجتماع. جينا للاجتماع قال شنو كابتن؟ قلت له ابو هي هذا هيك ايش قال لي وهيك ايش قال لي وهيك ايش قال لي اموره هوايه وهيك ايش قال لي صدق تحكي؟ قلت له يا تدع تحكي قدامي. قال له بعد مالك شغله بالفريق انت اسمك عضو هي اداريه. والله ثم والله ثم والله وتلاه والله وتلاه ور اسبوع كان يخليه مع خلاه مساعد مدرب مساعد مدير فريق الاول ويا موفق. انا قاعد يمه وكان يخابر موفق قال له ابو هيا ما راح اقدر اجي لاوزبكستان عندي امتحان على الدكتوراه. هو موفق حيرزق. انا قاعد يمه خابر يوسف ناموس امين السر قال له ما راح يجي. قال له المره راح نخليه. قال له خلي ابو ازاد مدير الفريق. يعني انا من النادي مؤسسين لاعب منتخب عراق تخلي واحد يدق دنبق يشجع الزوراء وانا لاعب منتخب ومؤسسين نادي ما تقول لي روح للفريق مدير فني؟ فهاي الظروف فيها يعني شو تسوي؟ طبعاً شو تسوي هاي؟ طبعاً احتراماتنا لكل الجماهير العراقية. طبعاً أنت تقصد الدنبق والطبل هذول هم لهم واجباتهم ولهم تشجيعهم لكن
تقصد كإدارة وكمسائل فنية صعبة يعني لربما؟ طبعا طبعا، يعني الشخص يقول لي لا تقعد بالإدارة يعني مو هينة علي، لكن شو أسوي؟ ما أعرف بصراحة، شيت ما أعرف فعلا. يعني لحظات ومواقف موجعة كابتن، يعني يعني أنا بصراحة قلبي قام ينزف وجع على حضرتك. مو بس هاي هسه حاليا فلح خال الإعلامي ويا الخط الأول، فلحم خال الإعلامي ويا الخط الأول. بصراحة الوقت يعني سرقني سريعا، ولذلك أنا شاكر تلبيتك الكريمة للدعوة والحديث بكل هذه الصراحة عن ذكريات الماضي التي أظهرت لنا، يعني للأسف أظهرت لنا أنها مؤلمة وقاسية، لكن يعني نقول البركة بيك والحمد لله على كل حال. كابتن حساني، هل لك كلمة أخيرة؟ والله إحنا نقول نشكر القناة الرافدين وصدى الملاعب، ونشكرك إلك شكر خاص، ونشكر الأستاذ طه شكر خاص. وأتمنى أن هذا اللقاء للاعبين القدامى، اعتبراني هذا لقاء تراثي نحتفظ به إحنا. لا لا، شيء أكيد إحنا بإذن الله يعني مستمرين بهذا الموضوع، وإحنا صدى الرياضة مو صدى الملاعب. أي العفو، صدى الرياضة. شيء يطلع من عندك حلو كابتن شيء. لا وإن شاء الله هذا وعد، وحوجه لك مباشرة حضرتك أي شخص لربما تناسيناه احنا، ما اجى على بالنا، اي شخص تذكرنا اياه سيكون هو ضيفنا. يعني انت احد اسره فريق الاعداد، حتكون معانا ورشح لنا براحتك. الله يسلمك، الله يخليك، وان شاء الله احنا نكون يعني من الموالين لهاي القناه، ونريد الناس الرياضيين الحقيقيين والمظلومين يحشون حتى الناس تعرف والجمهور يعرف. ان شاء الله معاكم، نوصل صوتكم ان شاء الله طالما بينا نفس. وشاكر ذوقك كابتن، وتحياتي للعائلة الكريمة. أشكر، الله يخليك، الله يسلمك، نشكرك ونشكر جميع المشاهدين. يا رب أشوفك دائما بهاي الواجهة الجميلة والتألق الدائم يا رب، والصحة والعافية. الله شكرا كابتن، الله يخليك للجميع إن شاء الله. أشكرك مشاهدينا، شكرا للكابتن الخلوق حساني علوان. طبعا هذه القامة الرياضية الكبيرة الفذة في عالم كرة القدم العراقية، شكرا جزيلا له. إذن هكذا انتهت رحلة هذا اليوم مع أحد نجوم العراق، ممن قدموا لهذا الوطن الكثير، لكن للأسف لم تأتي الرياح بما تشتهي سفن هذه القامات الذين أجبرتهم الظروف على الابتعاد عن محبيهم، ويكون الانزواء قصريا في بادرة يعني ليس لها مثيل على الإطلاق. ربما نقول ربما الدوافع يعني كانت بسبب المنافسة على التواجد، سواء في المنتخب أو النادي أو الإدارة، التي جعلت من البعض أن يتخوف ويمتعض ممن هو أفضل منهم، لكن في النهاية النتيجة سلبية تماما بكل مضمونها وفحواها. على الموعد المقبل نلقاكم بإذن الله، هذه تحياتي أنا بلال بداع، مع السلامة.